قد يكون من الأهم أن نرصد ما قامت به الحكومة الفترة الماضية وقبل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي مع الوفد الرفيع الذي قدم إلى مصر معها منذ الأمس. في البداية كانت هناك تصريحات واضحة من رئيس اتحاد البنوك المصرية أن البنوك توفر كافة التمويلات التي يطلبها المستثمرون لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وغيرها. أيضا قيام المصرف المتحد بالإعلان عن أنه يتم طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي وليس في الربع الأول من العام القادم كما ذكر البنك المركزي من قبل. أيضا تحركات الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية والحوافز التي تم إعلانها والتيسيرات الضريبية التي تم إعلانها، على الرغم من أن وزير المالية كنا سألناه من قبل عن موعد تطبيق هذه التيسيرات لم يكن يعطي موعدا محددا لها، نظرا لأن هناك بعض التيسيرات تحتاج إلى دخول البرلمان والموافقة عليها. في الأربعاء الماضي أكد في مؤتمر صحفي أنه سيتم الانتهاء من هذه التيسيرات جميعها وحتى التي ستحتاج إلى موافقة من البرلمان سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وهي أحد متطلبات الصندوق. أيضا فيما يتعلق بسعر الصرف، يعني صندوق النقد طالب سابقا بأن يكون هناك مرونة، يعني إطلاق المرونة الكاملة لسعر الصرف من كافة القيود. هنا كان يقصد بالطبع الطلب، لأن البنك المركزي كان يقيد الطلب فيما يتعلق باستيراد مجموعة من السلع لا يتم استيرادها إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي ولم يكن يتم توفير تمويل لها. يوم الخميس الماضي علمت من بعض المصرفيين أنه بالفعل البنوك بدأت تتواصل مع المستثمرين الذين لديهم طلبات متراكمة لدى البنوك فيما يتعلق باستيراد هذه السلع غير الأساسية لتوفير التمويل لها. وبالتالي هي تحركات تثبت لصندوق النقد الدولي أن مصر جادة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأنه يمكن أن تقوم بالخطوات التي يمكن أن تقوم بها، ولكن بالطبع طلبها مراجعة البرنامج فيما يتعلق بالتوقيتات هو للتخفيف فقط في الإجراءات التي تمس المواطن وتؤثر بصورة كبيرة على حياة المواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية. بالطبع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي حاليا قامت بمقابلة عدد من المسؤولين وستقوم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا للاطلاع على كل ما يمس الاقتصاد المصري والظروف التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، ولكن بالطبع لا نترقب أن يكون هناك قرارات من هذه الزيارة تتعلق بالمراجعة أو بموقف الصندوق من طلب مصر فيما يتعلق بالمراجعة، ولكن بالطبع هذا سننتظر زيارة البعثة الفنية للصندوق حتى تتم التفاوض بشكل مباشر مع البعثة، ولكن بالطبع رأي مديرة الصندوق سيكون له أهمية كبيرة في المراجعة الرابعة وما إذا كان الصندوق سيستجيب لمصر فيما يتعلق ب يعني تعديل التوقيتات والمستهدفات التي تمس المواطن للتخفيف عنه ويعني تأجيل بعض الإجراءات مثل رفع الأسعار الخاصة بالطاقة.